السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتنا مسيرة التعلم. إذا اليوم سأقدم لكم تمارين في درس الجملة الميكانيكية. هناك البعض الذي ابتدأ بدروس الكهرباء، ولكننا نحن ابتدأنا بدروس الجملة الميكانيكية، ثم سننطلق في دروس الكهرباء. إذا لن أطيل عليكم وهيا بنا نبدأ. التمرين الأول، لاحظوا الشكل. 1- حدد الجمل في الشكل. 2- بين نوع التأثيرات بين الجمل. 3- مثل بمخطط هذه التأثيرات. إذن التمرين الثاني، لدينا الحامل خيط، جسم A، جسم B والأرض. أرسم مخطط الأجسام المتأثرة. إذن حل التمرين، لدينا الحامل الخيط 1، الخيط 2، جسم A، جسم B والأرض. الحامل مع خيط 1 والخيط 2 تلامسي، الخيط 1 مع جسم A تلامسي كان يلمسه، الخيط 2 مع جسم B تلامسي، جسم A مع الأرض تباعدي لم يكن يلمس الأرض، جسم B مع الأرض تباعدي لم يكن يلمس الأرض أيضا، الحامل والأرض تلامسي لأن الحامل كان مع الأرض. إذن التمرين الثالث، حدد الجمل الميكانيكية مثل بمخطط التأثيرات المتبادلة في هذه الحالة. حامل، خيط، كرة حديدية ومغناطيس، وطبعا الأرض. حل التمرين الأخير، أولا تحديد الجمل، لدينا حامل، خيط، كرة حديدية، مغناطيس والأرض. 2- مخطط التأثيرات، لدينا الحامل، الخيط، الكرة الحديدية، المغناطيس والأرض. الحامل مع الخيط تلامسي، الخيط مع الكرة الحديدية تلامسي، الكرة الحديدية مع المغناطيس تباعدي لأن المغناطيس يؤثر في الكرة الحديدية عن بعد. مغناطيس والأرض تلامسي، المغناطيس كان فوق الأرض. الحامل والأرض تباعدي، الخيط والأرض تباعدي، الكرة الحديدية والأرض تباعدي. إذن لقد أنهينا فيديو اليوم، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.